أهلاً وسهلاً. صباح الخير بين جيراننا نانسي سميحة. صباح النور أدري. مدام نانسي زكاة عافيتك، يعني إذا خرجت دخلي الغراضين على المطبخ. أباو إيه أخويا، شايفني بشتغل على التل عند حضرتك؟ لأ، أنت حضرتك تحطهم على الأرض وأنا أدخلهم المطبخ ساعة ما عوز بمزاجي. يامو 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 يامو، مش أتشادومي يامو. شو هدو؟ ما بشي بقيمتكن، شوية لحمة وشوية فواكه وخضرة، وجبت لك وشنة مشان تعملين لنا لحمة بكرز. ولشو كل هاد؟ شو المناسبة؟ إيش هالحكي هاد؟ أعوذ بالله، طالما الصبايا من هون أنتوا أماني برقبتي. معقول هالحكي هاد؟ والله والله ما تدرى خالته فريدة إنه الصبايا من هون وأنا تاركن لحالكم، ما عم بجيب لكم أغراض، والله تزعل مني ماكن. اي ما في داعي تضرب القصاص. يعني احنا حضرتنا بنشكر حضرتك على الحاجات والمحتاجات اللي انت جبتها يعني، بس انا مش شايفه اي نوع من انواع اللحوم. الا تلاقيها بكيس مال اكياس. بعدين لو بقى تجيب لي سيره اللحم بنوبها. ايه صعي، نسينا انه انت ما بتحبي اللحمه. خلاص، ايش لازمكم خضره لاجيب لكم؟ لا يا اخوي، احنا ناقصنا بقى حاجات كتير. ناقصنا ليمون ونعناع وكزبره وناقصنا ايه تاني؟ لا 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 تصدقها أدري، عندنا كل شيء كل شيء كل شيء تتخيله، ما لا بحاجة شيء. يعني ما لازمكم بنجان، كوسة، خيار، بندورة، نعناع يابس، نعناع ناعم، بصل أخضر، بصل يابس، بندورة. خلاص أدري، والله مو ناقصنا شيء، شبك كأنك عم تنادي على العربة. يعني ما ناقصكم منظفات، دواء جلي، دواء غسيل، الشاطات، سلاتات، مكنس، لياف للحمام، يا أستاذ خلاص خلاص. الحمد لله. شامبويات، معجون سنين، معجون حلاقة، حدا لازم يجي حدا. هلا بتقولوا كان هون. خلاص يا استاذ خلاص، شطبنا مش عايزين. يا لهوي، ادري وين طريقك؟ وين ما بدك، ميدان، جدات، سلامية، مهاجرين، ايش بك قصر لك، مزرعة، قابون، كفر بطنة، عين ترمة. ايوه، ازيك يا مزة؟ الحمد لله كويسة، نشكر ربنا على كل شيء. زي ما انت شايفه كده البنات مش موجودين، تأمريني بحاجه يا عسليات؟ خلاص برجع بعدين. ايه ده ايه ده ايه ده، تعالي، مالك في ايه؟ مش على بعضك كده. مخنوقه مخنوقه، رح تقرح فرقه يا نانسي. بدي حدا في الشلو قلبي. وسالشي بيتك ومطرحك، هو انا يعني معقول اسيبك كده بالنفسيه دي؟ بقول لك ايه، القهوه سخنه، اقرا لك الفنجان. ليش بتعرفي؟ ده انا واخده شهاده من السربون في قرايه الفنجان. تعالي هنريحوك يا شابة. لا شو هاي نريحوك، ايش تعملي يا هري يا وسكينة؟ فوتي بلا غلاظة، عم بمزح معاك. يا سمسام، عايزاني اقرا لك الفنجان بتكهن ولا من غير تكهن؟ يعني سمشان الله خلصيني، شو فرقت هلا؟ يعني هي ما فرقتش كتير، من غير تكهن 50 ليرة، تكهن 100 ليرة. تكهن بس شو يعني؟ ما تشغليش بالك انت بس بالحاجات دي، مش هتفهمي حاجة. ارمي بيضك بقى يا سمارة. نانسي والله كتير يعني، راعيني شوي. لا طيب بالتقسيط. قلت لا. طيب دين. لا ثم لا ثم لا. يا اما تدفعي مقدم يا اما بلاش، الدين ممنوع والحرج مرفوع والعتب على ربنا. امسكي هاتش دي كمان، ما تبقيش بخيلة، نعمة من عند ربنا. بصي بقى يا ستي، انت عندك مشكلة عويصة مع راجل شايل هم على كتفه. لكن بلاش انت عيد الجيتار. ايوة بس برضو ممكن يكون هم. ما هي هم على قلبي. استني استني، بصي كده، شايفة الفسحية ده هيان؟ دي شكلها طاقة فرج. طاقة يعني كبيرة صغيرة؟ امتى بعيدة؟ استني كده ما اشوف. ادي واحد اتنين تلاتة، دي تلات اشارات، يعني ممكن تقولي كده تلات ايام، تلات اسابيع، تلات اشهر، والله اعلم. يا رب يكونوا تلات ثواني يا رب. لك نانسي، لا تكوني عم تكشي عليه وعم تخورفيني. اختي خدي فنجانك، مش عايزة اقرالك. حبابي نانسي لا تزعلي مني، بس انا يعني فايتة بدم قلبي حقي اتأكد. بس ما تجرحنيش في مشاعري، اصلا انا فتاة يعني مرهفة الاحساس. بنت يا سمسمة، عارفة الاخطبوط بول اللي تنبئ بنتائج المونديال؟ عارفة. انا بقى اللي تنبئت بموته.
كانت مبينة. يا سلام يا سلام يا سلام، ليه؟ وزلزال اليابان كان مبين برضو؟ انت اللي تنبأتي فيه؟ ومش بس كده، ده انا تنبأت بحاجات كتير ياما. خدي عندك بقى التسونامي، انفجار المصنع النووي، فوز الكرامة على المجد، خسارة ريال مدريد. نانسي بضميرك بإخلاقك تنبقي لي بدي انجح بالبكالوريا السنة؟ عايزة تعرفي المجموع العام ولا الدرجات بالتفصيل؟ لا يا اختي بالتفصيل. بالتفصيل؟ طب ارمي بعدك بقى. الله والله ما تدرى خالته فريدة انه الانسة ميديا رفيتها لبن جيراننا الانسة سميحة انخطبت ولبست الخاتم، وانا ما جيت بيرقت الا اول واحد، والله تزعل مني ميكي. شكرا ادري، انت بعمرك ما قصرت. لا شكر على واجب انسة ميديا، ولو لا مصت اشي الحكي هاد اشكني نسياني اشقط في بيناتنا خبز وملح وكباب بنجان كبة بسفرجلية وسمائية ولبنية وأرمان وبيوات. بس أنا زعلان من الأنسة هنادي ميكن. ليش خير؟ لك معقولة تساوي كل الحفلات والعراس لكل الخلق والعالم وأمة لا إله إلا الله وما تساوي لشقفة حفلة للأنسة ميديا؟ لا إذا مو من شانها مشان أخوك فادي. يا عيب الشوم، هي ما حبيتها منك طاول. والله بهي معك حق، بس هن ما قبلوا. إيشو؟ ما قبلوا؟ ليش على كيفه للشغلة؟ إيش الحكي هاد؟ إن إحنا ما صدقنا على حالنا إجا نصيبة للأنسة ميديا، بدك يانا ما نحتفل؟ العمص؟ لك أحكي لك شي كلمة أنسة سميحة؟ ليش لسه في حكي بينحكى؟ ما أنت حكيت كل شي بينحكى وكل شي ما بينحكى. ما؟ كني جاكل حدا. ما حدا بيقوم غيري. ايش تبخين انتو اليوم؟ صباح الخير بنت خالتي. اهلي. شبكي اهلي؟ ما في شي، بس يطعمك الحج والناس راجعة. ليش شو صاير؟ ما في شي، فوت فوت. بعدك النهار كبنا بالباص نروح على المتحف. سبرايز. واو شو حلوين. كيفكن يا بنات؟ هاي شبكو؟ أكلت هواي روحي، السربرايز تبعك احترقت وأنا اللي حرقتها. مرت الرخر بدك تعمل سربرايز وبقى تعبك كير روحي. والله ما تدرى خالته فريدة إني وكنت ناوي أعمل لها سربرايز لميديا وإنت حرقت لي إياها. إيه والله لا تزعل منك ميكي وتعلق مشنقتك بساحة باب الفرج. وابا هلا قصدك انه نحن عن جد بنخلق تماما مثل الورقه البيضاء؟ اوف كورس، بالضبط. الواحد وقت البولد بيجي مثل الورقه البيضاء، ما عنده لا مهارات مكتسبه ولا انفعالات. مثلا هلا ام بدها تدخل ابنها على غرفه النوم مشان ينام، شو بتقول له؟ بتقول له ماما رح اطفي الضوء، نام بس ما تخاف من العتمه. هون بيكون عطته معلومه باللا شعور انه العتمه بتخوف، وهو بقاموسه وما عنده كلمة خوف. طب هون شو دور علم الطاقة والاستشارات النفسية في تصحيح هاي الورقة؟ نحن رح نكون المحاي أو الكلكتر اللي رح نمحي فيها كل هالعتبات اللي كتبوها أهلك عليكي. أنا اللي بعرفه إنه الإنسان في يرفع عنده عتبة الشدة النفسية بتمارين معينة. لا يا عيني، مو بس الشدة النفسية، في عتبات غيرها، في عتبة الجوع، في عتبة الفقر، في عتبة البرد، في عتبة الخوف. أنا ما عم صدق. بتعرف دكتور إذا فينا نتخلص من ذكريات الطفولة السلبية قديش رح تتغير حياتنا؟ أنا بكرة عندي محاضرة رح أحكي فيها عن التخطي من هالعتبات هاي والتحرر من كل مخاوف الطفولة، وضروري ضروري تحضريها. أكيد دكتور، أكيد أكيد رح أحضرها. يجي أبوك بيكتب لك كلمة خوف، تجي أمك تكتب لك انفعال. طيب وتيمو شو بده يكتب لي؟ تيمو بيكتب لك يا ستي غباء، بلاها، هيك شي يعني. هلا هذا اللي طلع معك؟ زدتي لي هالورقه والقلم من ايدك لانه انا ما عم بفهم شي عليكي. قولي لي ميدو شو اخبارها بعد الخطبه؟ يعني شو عم تعمل؟ الله يوفقك. احكي لي. الله يخليك الله يخليكي. لو حابه تعرفي اذا جنت مثلك فطمني كاس الجنان ما حدا رح ياخده منك ابدا.
ليكي عن جد كنت تسافروا عند اهلها لميدو؟ مو تسافروا يسافروا. ليش مو مسافره معهم انت؟ يي مجنونه انت مجنونه هبله هبله يعني؟ لك حدا بيترك هيك فرصه ذهبيه وما بيروح؟ حبيبتي فرصتي الذهبيه اني ما خلي ولا محاضره للدكتور يمان ما احضره. والله انا بدفع نص عمري اذا امي بتخليني اروح معهم انا وتيمو. لا لا حبيبي رح انتظر انت تفيقني. طيب رح حط تليفون قريب مني. فادي انت بشر غير هادي. الو. لا حبيبي ما صار شيء بس هي سموحة ضحكت. يلا تصبح على خير حبيبي. باي باي سموحة. ما بتغيري رأيك وبتجي معنا؟ صعبة شوي. هلا إذا مشان الشغل أنا بحكي مع هنادي. لا مو مشان الشغل بس عندي نزلة كتير ضرورية على الجامعة. خلص ميدو خير بغيره. أو والله مالي قلب اتركك لحالك هون. ما راح ضل لحالي رانيا معي بتسليني. دخيلك هالتسلاية يا أختي المجلة ريها ريها.